هذا يا جماعة مصنع متخصص في عدة أدوات المسابح والأحواض، هذه سخانات، هذه فلاتر، أحجام وموديلات كثيرة. هذا منظم للماي، ليتات LED مثل ما تشوفوا. عندهم هني حتى هي اللي هي هذه الممرات، عندهم حتى اللي هي الممرات هذه ليتات LED ضد الماي، سكيمار، وهذه اللي هي النوافير. شوفوا كيف محلات النوافير، نافورة شفافة نفس هذه. قال كم سعرها يا جماعة؟ تقريبا 23-24 دولار، يعني تتكلموا على 8 ريالات 9 ريالات، هي بلاش صراحة. هذه بعض النوافير الثانية. وعندهم هذا الجاكوزي الكبير، شوفوا. وهذه بعض الأنواع اللي موجودة. اللي يريد تفاصيل أكثر ومعلومات أكثر عن هذه الشركة يتواصل معي.